ينفع يعني 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 ادخل ولا ما ادخلش؟ لا يا ابني ادخل ما خلاص مش اتزفيت تم تا 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 تم تا تا خش ابقى قابلني لو قابلت لك قومه جوه وخلفت الشحليه في خيارات كده ده ما كان نفسي تاخد واحده انا راجع انا وتخلف منها حناوي صغير. يعني انا مش فاهم يعني انت راضي عنها يعني هتجيب لك حناوي صغير واللي مش راضي عنها اللي هي دي هتجيب لك شمبانزي؟ ما هتجيب لك برضه ولد صغير كده برضك ها يبقى اسمه حناوي برضه صغير كده ويمشي يدقلج لك كده ويقول لك جدو احكاكا كده ويملى الدنيا علينا وساخ. انا مش عارف انت لفيت عليه ازاي وكلتيه وفلخت عقله. انت زي زمان لو كنت شفتك ما تاخديش معايا غير وهمها كده على طول خطوه واحده خطوه كده. بس يابا بس خلاص استني انت بقى ايه الله ابويا ما ينفعش نتكلم ابويا والله قلبي ووش رجلي غضبانين عليك يابا قلبك ووش رجلك ايه وانت داخل تشوف بلن على ابو زرافه عسل ام اللي جابت ابو سلالم ابوك وبرضه مش هنسى تحريك لفرحك يا كابتن مش هنسى تحريك لفرحك ابوك يا عريس في قلبك شد عليك الضغط ايوه حصل خير انا اسف والله بس يعني اصل مرتبك قوي انت بقى من النهارده الاميره فرجينيا جميله الجميلات أنا ريتشارد قلب الأسد ملك الغابة أنا هخش أحمل حمام إيه؟ لا هخش أستحمى في الحمام يعني فوطة زفرة كده على السريع وجايلك عرستي لا 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 عرستي لا 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 لا
على الكتاب في صندارة وراقص أفرام شرشارة من كتري ما في قلبي يفوز نجلد غير أبو مزارة أبو مزارة أنا دولا دولا أنا دولا دولا أنا دولا دولا أنا دولا دولا برافو حلو عام النطري علي لي يا بطوانة وأنا مالي أنا آسف يا حج إنما مضطر أصالحك. الكهرباء اللي دخلت جسم ابنك كفيلة بإنها تشغل مصنعين مع بعض. ابنك اتكهرب في مية يعني دخله كهرباء ومية. يعني روح أقدم له على العداد دخله يعني إيه كهرباء ومية؟ اقعد يا حج وأنا هفهمك كل حاجة. اقعد دلوقتي للأسف الشديد ابنك عنده بلد accumulation in the brain. يا نهار اسود وهيفضل طول عمره في الكومبونيشن يا حاج افهمني اللي هي تجلد دموي تجلد دموي يا نهار يا هيفضل في الكومبونيشن وتجلد دموي تجلد يا حاج تجلد دموي على الشعيرات الدموية الخاصة بالذاكرة شعيرات دموية؟ آه. يعني هيبقى أقرع ولا هيبقى إيه فهمني؟ إحنا بعد العلاج إن شاء الله يا تدوب يا ما تدوبش لا مفيش حاجة اسمها ما تدوبش يا دكتور ابنك تعبان يا حاج لا مش تعبان يا دكتور لا ابنك مجنون يا حاج خف من بوعك يا دكتور مفيش حاجة اسمها الكلام ده ابني مش مجنون ابنك مجنون يا حاج وأنا اللي عارف ده كويس واحتمال ابني مش مجنون ابني في منتهى العقل بمئة ألف جنيه ايه ده؟ انت جاي ترجيني في مكتبي؟ معاذ الله يا دكتور خليهم 170,000 جنيه اقول ايه زمايلي وتلامذتي واقراني ايوه كده 180,000 جنيه ومكانتي العلمية 200,000 جنيه وضميري 23 جنيه لا لا يا حاج لا يا حاج لا 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 نص مليون جنيه نص مليون جنيه نص مليون جنيه اعتبرهم تبرع مني للمستشفى اللي انت فيها حلوة الصيغة دي حلوة ها بس بشرط أؤمر يا حاج قرب ودانك وحواجبك واسمعني كويس تعالى شرط واحد بس اللي عايزه تكون حاطه في دماغك كويس ان ابني كركر مفيش جنس مخلوق على وجه البسيطه يعرف انه دخل مستشفى الامراض العقليه ولا عتب العتبه بتاعتها حتى اتفقنا الفلوس ضيعت مني ابني زي ما ضيعت قبلها اخواتي كل شيء لازم يرجع زي ما كان لازم يتمتع بكل قرش عملته طول حياتي من بكرة هشتري أحسن فيلا فيك يا مصر أحسن فيلا فيك يا مصر اتفضل يا حاج الشاي ما تعرفش يا ابني حد بيبيع فلل فلل؟ آه لا 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 ماليش في الكلام ده أنا في سمسرة هناك ربنا يخليك مظبوط؟ إيه ده؟ إيه يا ابني القرف ده؟ إيه ده الكوباية يا حاج في إيه؟ خد يا ابني خد يا حبيبي إيه ده الله يعمر بيتك الله يكرمك ده كتير قوي ادعي لي يا ابني ادعي لي الله يعمر بيتك ويكرمك انه يشفي لي ابني اللهم يشفي له ابنه يا رب الله يكرمك خرجه من المستشفى يا رب يا رب يخرج من المستشفى هو انت مستعجل على ايه مستعجل يا جرايه حاج خدت فلوس عايز تمشي على طول ايوه يا حاج ده ابوك ده ايوه ده ابويا بتساعده بساعده بخلص الجامعه واجي له على طول هنا ما شاء الله تخلص الجامعه وتيجي على هنا كليه ايه اداب ما شاء الله باين على اخلاقك يا ابني باين على اخلاقك يا حبيبي قسم ايه يا ولد بوفيه قسم بوفيه لا ده ايه قسم جديد ده ولا ايه يا حاج لا بوفيه الكافتيريا يعني بتاعت الكليه انا بشتغل فيها الاداب دي مش اللي هي الشبكه انت بتتقفش كل شويه فيها دي بتتقفش انتوا بتقفش فين يا حاج الكليه مش الشبكه بتاعت الاداب لا دي كليه شبكه دي يا حاج الكليه احنا في البوفيه يعني ايوه ايوه كافيتيريا كافيتيريا تحت كده عندكم سندوتشات مربى بالمهلبيه مهلبيه امال ايه بقول لك مربى بالمهلب مربى بالقشطه والحاجات اللي فيه حاج ربنا يحرسك يا ابني الله يكرمك يا حاج بكره النصبه دي تجي وده ابوك ده ابويا وهربان من حاجه
هربان من حاجه ليه؟ امال ملسم كده ليه؟ عليه طر؟ لا 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 هو ده العادي بتاعه. ما قلت لك شيلها بقى يابا. خد يا ابني بكره النصبه دي تكبر ادعي لي. الله يكرمك يا حاج ده كمان. الله يخليك يا حاج ربنا يعمر بيتك. الله يكرمك يا رب. ادعي شويه. حاضر حاضر عندكم ده. الله يعمر بيتك. الله يخليك يا حاج والله هقفلك للصبح هنا. الله يكرمك. ربنا الله يكرمك يا رب. خليك لابوك. خليك يا حاج. خليك لابوك. الله اكبر. ايه ده راجل حلو قوي. هي دي العيلة، هي دي العيلة، أسرة سعيدة يفضلوا عايشين حياتهم كلها في سعادة. ابن بيسمع كلام أبوه، وأب أب عرف يربي، عرف يربي ابنه كويس. ربنا يكرمه، ربنا يكرمه يا رب يا رب. Come on! Come on! Come on!